بسم الله الرحمن الرحيم. أتمدد إن شاء الله. ما يحتاج أدخل إذا كان هناك إضافة في الحصة الأخيرة. قل لي شو صار معك إن شاء الله. الحصة اللي حصل الأحلام تنفع ولا ما تنفع؟ تنفع ولا تنفع بإذن الله. طيب رأيتني طبعاً في اليوم لما أرفع يدي هنا كذا. أي نعم نعم. رأيت تشد زي ما تقول كان زي ما تقول مرة مشجر كذا يتشد براسها. نعم. شد بس ما تحرك. طيب جيد. أمس أشوفها أشوف هنا في هذا. كان يقول مخامر إذا الله كف الله يكفي. أي نعم. حوض عندكم هنا كبيرة فيها موية صافية وشو تبكي جنبي. تبكي جنبي نعم. هذا واضح. أنا أشرح الأمر جيد. نعم واضح. طيب واضح. لكن في حاجة ثانية ذاك اليوم في المركز. نعم. في واحد معها كان زي ما تقول زايد ولا زي كذا. نعم. إجا عندي ذا وقعدت أقرأ عليه العودة زي كذا. نعم. أخذت حافة. كيف؟ أخذت حافة. شو؟ أخذت نفس حافة. والله ما فهمت. أخذت نفس الطريقة. يعني أحط يدي في جيبي كذا. أيوة. يربط يدي كل مربط إذا وأنا ما في راسي ولا حاجة. لكن إذا ربطت أتذكره. هو بس يربط يدي في الشغل. وبس. لكن أخذت أبا يعني غير في عندك رقي هنا حق الجنون دي رقيك الشاب خاوة 15 سنة هنا في العرفة شوف إذا استمعت لها كم مرة تذهب هذه لكن ترجع مرة ثانية كان عنده سحر الجنون إذا راح إذا استمعت له كم كذا سحر الجنون الذي كان فقد ذكر صار 15 سنة واضح تؤثر فيك هذا كيف حين تستمع حاجة جديدة واضح طيب أبشر واضح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يمن علينا بالتوبة والقبول اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين نسأل الله تعالى وهو الله الذي لا إله إلا هو وحده لا ند له ولا شريك له ولا زوج له هو الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نسأله سبحانه في هذا المجلس أن يجعله ربنا سبحانه برحماته وبركاته طيبا مباركا تنزل فيه نفحات البر والخير علينا وعليكم إنسا وجنا وهو الله القائل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان اللهم إنا نسألك وندعوك ونرجوك ونحسن بك ظنا أن تغفر لنا وأن ترحمنا وأن ترزقنا أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا هذه هي الحصة الثانية بفضل الله تعالى مع بدل يشكو من كرب وهم وضيق في أمور كثيرة
على رأسها أمر في حل وزوج مع زوجة وفراش. هذا البدن الطيب المبارك الذي وعظناه بما يوافق حاله وطينته وطيبته من مدينة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونسعد ونتشرف أن نصافح ونعانق من عانق نسيم محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه. حبنا موصول لأهل مكة ولأهل المدينة، لإنسها وجنها وهوائها ومائها. فضلهم الله تعالى إنسا وجنا، فضلهم الله تعالى إنسا وجنا. فنسأل الله تعالى أن يمن علينا بالحج والعمرة ودوامهما، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العيش في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم والموت فيها، ونسأل الله عز وجل القبول إنه لذلك والقادر عليه. من أحبه الله سبحانه وتعالى قذف في قلبه حب مكة، مكة أم القرى، وقذف في قلبه حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب من ناصروه هم الأنصار. نصرهم الله، آووه ونصروه وعزروه وقروه وعظموه، فرفع الله قدرهم إلى قيام الساعة إنسا وجنا. أهل مدينة أهل خير، فوعظنا بفضل الله جل وعلا البدن بما يوافق الحال، مع أنه لا ينتفض ولا يرتعد ولا يهتز أبدا، مع أنه يصلي ويقوم ويذكر ربه كثيرا ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فوعظنا البدن بما يوافق حاله، فرأينا بفضل الله استجابة موثقة مباركة طيبة في يمينه وشماله، فتبين أن السر يكمن في عاشقة متيمة تسكن قلبه وقالبه منذ سنين، انتفضت وارتعدت، فنسأل الله لها الخشية والإنابة. وبعد الجلسة يراها بفضل الله تعالى تدنو وتقتلم منه خارجه. بفضل الله تعالى بدأ البدن يرى ويلقى تأثرا وتأثيرا ملحوظا مع جلساتي واستماعي لرؤيتي. ولوحظ بفضل الله كما بين مع الطعن الشاب الذي كان في جنون لمدة 15 سنة، حينما رجع له العقل بفضل الله هنا في الجلسة وصافح والده وزوجه كأنه لم يرهما منذ زمان بعيد، فتأثر بهذه الرقية. وهذا يعطيك دلالة على أن من في البدن أشداء قياء على الرأس والمخ والدماغ، ولهذا ليتأثرون حتى مع الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن والصلاة على النبي العدلان، لأنهم حصون ودروع تحميهم وتقيهم. فنسأل الله جل وعلا الخشية والإنابة، ونسأل الله جل وعلا لهم التوفيق والسداد إنه لذلك والقادر عليه. إن الجن منهم المحب لنبينا صلى الله عليه وسلم، كما أن منهم المبغض، ومنهم من يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما إنهم الجن، منهم من يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا كبيرا كثيرا الجن. قذف الله في قلوبهم حبه وحب نبيه، فما أطيب قلوبهم
وما أزكى وما أصفى نفوسهم يسيرون على الأثر. فأحبوا النبي وصحبه هم إنس وجن، فضلهم الله جل وعلا، فهنيئا وطوبى لهم، طوبى لهم، طوبى حسن مآب. فلله برهم، ما أطيبهم ما أزكاهم، هاجروا بقلوبهم وأبدانهم فعمروا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطلبون فيه علما وأثرا. حياتهم طيبة وأوقاتهم بفضل الله جل وعلا طيبة. فنحمد الله تعالى أن جمعنا مع أبدان وأرواح وجان عمروا بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعمروا أركان النبي صلى الله عليه وسلم، وعمروا محراب النبي صلى الله عليه وسلم، وعمروا بفضل الله عز وجل ما أحبها محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، إنهم جن. فإن زرت مسجد رسول الله كانوا هم أيضا من زواره، وإن قرأت وتفقهت هنا كانوا أيضا ممن تعلموا وتفقهوا من سنته فرضي الله عنهم أجمعين، أحبهم الله ورضي عنهم، أولئك هم المؤمنون حقا. والحمد لله رب العالمين. فمعشر الجن، يا من أنتم في الأبدان، حتى وإن كنتم لستم على هدي طيب ولستم على هدى ورشاد، لكن أذكركم بفضل الله تعالى، حتى وإن كنتم على غير دين وسنة، ومنكم من يستجيب الآن في الشمال، أي نعم، أي ما لا زال منا منهم على الكفر وعلى الفسق والفحش والشهوة. وقلتها في الجلسة الماضية ذكرت بها وهي موعظة أسأل الله تكون نافعة ولم أضعها بعد، ذكرت فيها بفضل الله جل وعلا من جاءوا إلى المدينة كي يزاحموا أهلها فحشا وفسقا، أي يدلهم على هذا حينما رأوا صفاء عرقهم وأصلهم ونسلهم وعقولهم وأبدانهم بفضل الله تعالى. فبها كانت الاستجابة والانتفاضة في البدن، فجعلها الله كلمات طيبات مباركات لها تأثير بالغ علينا وعليهم، أي نعم. فقد نعظ ونذكر غيرنا ونتعظ ما نقول بفضل الله جل وعلا، فيزيدنا هذا حبا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وحبا في مسجده صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. فهنيئا لكم جميعا، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. طوبى وربي لمن سكن وعمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، طوبى وربي لمن عمر مسجد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وزد على نبي الهدى، على نبي الهدى، على من جاء بالهدى، على من أرشد إلى الهدى، إنه محمد بن عبد الله
صلوات ربي وسلامه عليه أذكرك يا مسكت البدن عشقا حبا تعلقا يا من سكنتم البدن حقدا غلا وحسدا وسهارا فكثير من الأبدان صارت بيت الله الحرام حجت وزارت بيت النبي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والجن فيها في عقلها وفهمها وسمعها ونطقها وقلبها وأحشائها وجوارحها في يمينها وشمالها كثير من الجن والشياطين زارت بيت الله الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم لكن نعجب أن يقال لقد زرت المسجد الحرام وزرت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك الجن لم تسلم ولم تهتدي أو أنني زرت وطفت وسعيت ومع ذلك فالجن تأبى وترفض بل تمتنع والجن تحارب وتتحدى تعجب إن سمعت هذا الكلام لكن وجب أن نذكر وأن نبين فلا عجب لأن الجن قد تجعلك في مقام الطاعة والعبادة وحدك وهي في عزلة داخل بدنك في حصن وفي حصون فإذا أردت أن تستشف المعنى وأن تعيش في نفحات المعاني الإيمانية أنت ومعك من الجن فوجب أن تذكر بالموعظة البليغة وواجب بفضل الله جل وعلا أن تطلع المسامع بالمواعظ البليغة ووجب بفضل الله جل وعلا أن تحرك العقول والقلوب والنفوس بالمواعظ البليغة فحينها قد يطوف معك ويعتمر معك ويسعى بفضل الله معك وقد يشرب من زمزم ويتضلع معك بفضل الله تعالى حينها تكون إن شاء الله جل وعلا نافعة لك وله وخيرا لك وله بل ولهم جميعا أما أن تأتي وأنت لا تستشعر المعاني وقد جعلت الجن والشياطين بقوتها سلبا للروح الإيمانية أو سلبا للطاقات الإيجابية وسلبا للمعاني السامية وأنت تطوف بلا معنى أو أنت بين كر وفر في استحضار معنى فإن الغلبة للغالبهما أو ذاك الشد والجر بينهما كان الغالب لهما يكفيهم منك القليل فإذا أردت أن تصل إلى الله تعالى في تلك المقامات فما عليك إلا أن تتزود بحسن النيات وأن تتزود بفضل الله جل وعلا بأسماء العبارات وأن تكون لك مع النفس وقفات فإن الجن في العقل معك لا تحيد عنك وفي بصرك لا تحيد عنك وفي قلبك وصدك لا تحيد عنك فكلما ذكرتها قلت لها لا بد أن تكون بفضل الله جل وعلا معنا لماذا جئنا إلى بيت الله الحرام ولماذا نطوف الآن في أشواط سبع أشواط حول بيت الله الحرام ولماذا نصلي عند مقام إبراهيم ولماذا نتضلع من زمزم ولماذا نسعى بين الصفا والمروة لماذا نحن في منى ولماذا نحن في مزدلفة ولماذا نحن في الجمرات لا بد أن تذكر بفضل الله ولماذا زرنا مسجد رسول الله ولماذا نقف على آثار الصحابة لماذا نقف على أحد ولماذا نأتي الغرق أو لماذا نأتي البقيع لماذا نأتي البقيع ولماذا نرى شهداء ونرى بفضل الله جل وعلا حال الصحابة الأولياء كل هذا بفضل الله تعالى يجعلنا الجن يقف وقفات مع نفسه يتذكر ربه جل وعلا والمآل والمصير الذي يصير إليه فلماذا قطع العبد المسافات وجاءوا إلى الله زرفات جاءوا يلتمسون بفضل الله الطاعات
والآخر للزلات حين يعلم من يطلب الأبدان أنه كان عاصيا، كان شقيا، كان ظالما، كان محروما، فما يكون إلا أن يلف العبرات. حينها يطالب الجيل بلباسهم الأبيض التقي النقي الزكي الطاهر، يسمع الأصوات وهي تعالى بالتكبيرات بفضل الله عز وجل، بالتكبيرات تتعالى الأصوات، نعم توحد ربها لا شريك له، توحد ربها لا ند له، توحد ربها لا مثيل ولا شريك له، هو الله لبيك اللهم لبيك. حينها الجن في الأبدان تخرج من صمتها وتخرج بفضل الله جل وعلا من جحودها ومن نكرانها، وتعلم أن من يطوفون بفضل الله عراة لا تسترهم إلا خرقة بالية، جاءوا إلى الله جل وعلا مع علو شأنهم وعلو منازلهم ورتبتهم، توافقوا واتحدوا أن المال لا ينفع هنا، يتذكرون مشهد عظيمة ومواقف كبيرة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فجاءوا إلى الله بقلب سليم، وجاءوا يسألوا ربهم القلوب السليمة التي لا غل ولا حقد ولا سحر ولا شرك ولا كفر فيها، حتى ينالوا من الله تعالى وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. الحمد لله، من من الله عليه بالحج فهو على خير، ومن من الله عليه بالعمرة فهو على خير، ومن قربه الله من مكة فهو على خير، ومن قربه الله من المدينة فهو على خير، ومن تابع الله له بينهما فهو على خير. أي نعم، كانوا إنسا أو جنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. الحمد لله رب العالمين. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن من جل الشكر ومن أعظم الشكر ومن أتقى وأرقى وأنقى وأصفى ما يشكر عليه بعد الإسلام أن يمن الله عليك بحج البيت، وأنت ترى الكعبة أمامك المشرفة المكرمة، وأنت تحبها حبا عظيما، وأنت تستشعر المعية والقرب منها، وأنت في فوق البيت، فوقك بيت عظيم وهو البيت المعمور، كل يوم يدخله 70,000 ملك لا يخرجون، منهم الراكع والساجد. نعم، مغار الحياة والأرض تلك النقطة الطيبة المباركة مكة، مكة ومن دخله كان آمنا، بيت الله عز وجل. إن أعظم البيوت هي بيوت الله سبحانه وتعالى، إن أعظم البيوت هي بيوت الله، وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أسأل الله تعالى أن يجعل الجن الذين يعمرون مكة والمدينة كلهم أهل صلاح ونور وتقوى وفلاح وعزة وشفاء وبلسم ودواء. نسأل الله تعالى أن لا يأتي مكة مريض إلا وشفي على أيديهم، أي نعم منهم أطباء ومنهم صالحون، منهم فقهاء، منهم عباد، منهم ذاكرون جل وعلا كثيرا بفضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن لا يأتي مكة أو المدينة رجل أو امرأة أو صغير أو كبير إلا وشفي بفضل الله تعالى، إلا ويشفي، إلا ويشفى ويتعافى بإذن الله عز وجل، سواء كان في اليقظة أو في المنام، سواء كان في الطرقات أو الممرات أو حتى في الفنادق والنزول، حتى وإن كان بفضل الله جل وعلا في بعد لكنه جاء بقلبه وشارك بجوارحه وسقنيته، فأسأل الله تعالى أن يشفى على أيديهم وأن يكون سببا في بلسم وشفاء ودواء طاعة لله عز وجل. أقولها لهم وأذكرهم بها، وطوبى لهم. يا من أنتم مع الأبدان في مكة، ويا من أنتم مع الأبدان في المدينة، فهنيئا لكم.
إن من الأبدان من تحارب في عفتها وعافيتها وطاعتها لربها، ومع ذلك يسر الله جل وعلا حجا وعمره، يسر الله لها حجا وعمره، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وما شاء الله كان، ومن لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فشاء الله تعالى أن تحج، أو شاء ربك أن تعتمر، وشاء ربك أن تضع بقدمها في مسجد رسول الله وفي بيت الله الحرام، واعلم أنت معها، أو أنت معها، أنت معه وأنت معه وأنتم معه أو معهم جميعا، وشاء ربكم أن يجمعكم في بيت هو أنقى وأصفى وأحب البيوت إليه سبحانه وتعالى. فطوبى لكم فكوا الوثاق والعهد والميثاق التي مع الصحراء والعائنين وأصحاب الفحش الفجرة، وكونوا بفضل الله على عهد باقٍ طيبٍ صافٍ نقي لا ينقطع، هو عهد الله عز وجل بالإسلام والمحبة في الله تعالى. قولوها لله: لقد ظلمنا الأبدان وعذبنا أهلها وآذيناهم أيما أذية، وجئنا إلى الله رب البرية نسأله سبحانه دوام العافية، ونشفي بفضل الله تعالى أبدان من حيوان ومن وسواس ومن خيوط ومن سلاسل ومن أغلال. نعاهد الله أن نكون بفضل الله على نور وعلى خير وعلى هدى وتقى بطاعة الله واتباع رسول الله والذكر والقرآن والحج والعمرة والصفا والمروة، أن نكون لله تعالى على الله مقبلين في سبع أشواط متكررات متواليات متابعات حبا وذكرا لله وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ونسعى أن نكون من أهلي من يصلون في الصحن ومن يصلون في الرضا طاعة لله عز وجل. حيثما حللنا في مكة وفي المدينة كنا مع الأبدان المباركين طيبين، كنا مع الأبدان الذاكرين، كنا مع الأبدان بفضل الله عز وجل. نحب الله جل وعلا ونصلي على النبي الأمين في كل وقت وفي كل حين. قولوها لله تعالى: يا معشر الجن إن الدين عند الله الإسلام. قولوها لله: إن الدين عند الله الإسلام. قولوها لله: إن الدين عند الله الإسلام. حتى وإن قيلكم سحر شداد، كفرة شداد، فسقة شداد، سحروا في الأبدان، في الصبا والصغر، في الكبر. نعم، قولوها لله: لقد أجرمنا وأذنبنا، وهنا تسكب وتكفر العبرات، وهنا هنا تغفر وتمحى الزلات. الله جل وعلا جعلها حجا لتغفر الذنوب، وجعلها عمره لتمحى السيئات، فهيا الى الله فانها المطهرات والمكفرات. فهنيئا لكم، فهنيئا لكم، فهنيئا لكم يا معشر الجن. نداء من الله نادي وعلينا البلاغ، يا إبراهيم نادي وعلينا البلاغ، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتين من كل فج عميق، الجن تهوي وتأتي من كل فج عميق، سواء في الأبدان تيسرها حجا وعمره حتى تحج معها، أو دون أبدان تأتي بفضل الله من كل مكان لتحج وتعتمر بفضل الله عز وجل. لها قاعة ولها عبادة، لها جمال ولها قوام، لها كلام بفضل الله سبحانه وتعالى، والله يعلمها. إن أكرمكم إلا الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. يعلم الله سبحانه وتعالى الفقيه في الحرم وفي مكة، في المدينة ومكة، يعلم الله العالم والواعظ من الجن، ويعلم الزاهد والطبيب والناصح من الجن، ويعلم الخير الرفيق صاحب القلب الأسيف من الجن. في الجن، من الجن، من الجن، في مكة وفي المدينة أخيار أبرار أطهار أحب الله وأحب رسول، جاء من الله، آمنوا به، آمنوا به، صدقوه. يسيرون إما على سير أسلافه من الصحابة والأنصار، من المهاجرين والأنصار، هم أهل مكة وأهل مدينة، أو جاءوا من كل من شتى الأمصار، فعمروا مكة وعمروا المدينة،
بفضل الله عز وجل، اختيار الله عز وجل. الله يخلق ما يشاء ويختار، فهنيئا لكم وطوبى لكم. ومن الجن من جاءوا بهم إلى مكة والمدينة محملين بالقيود والأغلال والأسحار، نعم، لتعب الأبدان وشقاء الأبدان وهلاك الأبدان، سواء لأهل مكة أو المدينة، جن فيها عمروا ليؤذوا أهلها، أو جاءوا بوصية على أبدان معينة تحملها على وزن وأوزار وإثم وآثام، لتعطيل طاعة وعبادة وصفاء نية وحسن سيرة، أو من أبدان جاءت محملة متعبة منهكة ترجو وجه الله الشفاء ببيت الله الحرام أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جن سكنت في أبدان كثيرة من بلدان كثيرة، أهلها جاءوا إلى الله جل وعلا وافدين زائرين ذاكرين، نعم، هم ضيوف الرحمن، جاءوا إلى الله جل وعلا قاصدين، يدعون يلبون يبكون يسألون ربهم شفاء وبلسما ودواء. الجن في الأبدان تسمع، ومن حول الأبدان تسمع، نعم، فاشتركت واتحدت ووافقت، نعم، جن جن، لكن شتان بيننا أسلم وشتان بيننا كفر. فبسم الله نبدأ ونذكر طاعة الله جل وعلا. يا من سكنت قربها حولها خارجها تحبها أو تضغلها تحبها أو تضغلها، ويا من أنت الآن محبا لمكة أو حول مكة توسوس لحجاج ومعتمرين أو على أهلها فسقا وفحشا أو داء وسحرا، إليكم جميعا اسمعوا طاعة لله. يا باغي الخير أقبل، يا باغي النور أقبل، يا باغي المغفرة أقبل، يا باغي الجنات أقبل، فهنيئا لمن كان سبب في تيسير حج وعمره، وهنيئا لمن كان سبب في تيسير شفاء وبلسم ودواء وزوال علة، فهنيئا لك وطوبى لك. كنت رجل الله ذكر أنثى قوية ضعيفة صغيرة كبيرة، والحمد لله الذي جبل وحدا. فبسم الله إلى الله نمضي في الحج وعمره وفي مكة والمدينة، فبسم الله كلنا على دين الله وعلى خطى وعلى خطى الوسيط لحبيب ومصطفى صلى الله عليه وسلم هو المجتبى. فبسم الله نذكر أنفسنا وما في قلوبنا وما في عرضاتنا وما في بطوننا بمأكل أو مشروب أو مخطى، إلى كل من عقدوا وقيلوا وصفدوا أيدي وأقدام ورقاب، إلى كل من قيلوا صفات وعرضات، إليكم جميعا هنا تفك الأغلال وهنا تحل القيود والسلاسل والأقفال، الهالة عظيمة والأنوار عظيمة والطاعات عظيمة والأرض المباركة عظيمة بفضل الله جل وعلا. ملائكة الله تحيط في كل مكان، لا عد لها ولا حصر لها، في مكة العظيمة وفي المدينة الطيبة المنيرة. بسم الله وصلى الله وسلم على رسول الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، تعظيما لشأنه، تعظيما لتوحيده، تعظيما لجوده وكرمه. لا إله إلا الله كررها آلاف وألوف المؤلفة من الإنس والجن، وملايين من الإنس والجن كرروها بفضل الله منذ أن جاء الإسلام إلى يومنا هذا، بل منذ أن أوست قواعده، منذ أن رفع بنيانه بفضل الله. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. قلنا صلاتي ونسكي ومهدي أمتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فبسم الله إلى الله نمضي، إلى الله، وما يعلم جند ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جند ربك، وما يعلم جند ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو.
كما عملنا في الحصة الماضية بقوة، قل بسم الله تحل العقد والأقفال، كررها، بسم الله تحل العقد والأقفال، أنه رأى أن هناك عقد وأقفال على يديه، بسم الله تحل العقد والأقفال. يا بقوة 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 بقوة. يلا كرر كمان الحصة الماضية بإذن الله، واصل واصل بإذن الله تعالى. جيد هيا واصل ما توقف. بسم الله تحل العقد والأقفال، 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 واصل واصل لا تقطع، هاي العقد والأقفال، بسم الله تحل العقد والأقفال، واصل واصل، بسم الله تحل العقد والأقفال، 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 بسم الله أكبر، واصل ما توقفش لا توقف. ولكن ليبلو بعضكم ببعض،
والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا إلا يوحى إليه أن
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزي جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم يروا الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين أولم يعلم الذين كفروا ولم يعلموا الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتباتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن قل من يكلأكم بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما Thank you.
ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينظرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة
أُفٍّ لكم ولم تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين فقلنا يا نار كوني بردا وسلاما فقلنا يا نار كوني بردا معشر الجن والشياطين أسلموا لله معشر الجن والشياطين
ربي يسر الله بسم الله تحل العقد بسم الله تفك العقد 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 بسم الله تحل العقد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله تحل العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد بسم الله تفك العقد بسم الله تحل العقد بسم الله تفك العقد في اليمين تفك في الشمال تفك في البطون تفك في الأظهر تفك في اليدين تفك في القدمين تفك في العقل تفك في الرجلين تفك بسم الله بسم الله بسم الله تحل 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 وتفك بسم الله بسم الله تحل 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 وتفك من الإنس تحل من الجن تحل من الإنس تحل من الجن تحل تحل وتفك من الإنس تحل من الجن تحل من الإنس تحل من الجن تحل وتفك من الإنس تحل من الجن تحل من الإنس تحل من الجن تحل وتفك عقد 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 تحل وتفك عقد 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 تحل وتفك لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل على محمد 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 اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين عز جارك وجل ولا إله غيرك ولا إله غيرك ولا إله غيرك ولا إله غيرك ولا بسم الله تحل العقد على الإنس والجان بسم الله تحل العقد على الإنس والجان عقد عقد بالأسحار عقد على الإنس والجان تحل العقد بسم الله تحل العقد على الإنس والجان على الإنس والجان في العروق عقد في الأعصاب عقد في الدماء عقد في الجلود عقد في العظام عقد 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 على الإنس والجان 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 جان معقود جان مرفوع
رسوله جان معقوله جان موصوله شيطان معقوله شيطان موصوله شيطان معقوله شيطان موصوله شيطان معقوله شيطان موصوله شيطان بالعقد شيطان بالسحر والعقد شيطان بالعشق والعقد شيطان بالسحر والعقد شيطان بالعشق والعقد شيطان بالأسهار والعقد بسم الله تحل العقد بسم الله تحل العقد في الإنس عقد على الجان عقد في الإنس عقد على الجان عقد في الإنس عقد على الجان عقد تحل العقد تحل العقد في القدمين في الساقين في القدمين في الساقين بسم الله تحل العقد بسم الله تحل العقد بسم الله تحل العقد بسم الله تحل العقد في اليدين في القدمين في اليدين في القدمين تحل العقد بسم الله تحل العقد بسم الله تحل العقد بسم الله استجابوا لله تحل العقد بسم الله تحل العقد بسم الله استجابوا لله 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 اللهم ابطل كل عقدة اللهم انس كل عقدة اللهم افك كل عقدة اللهم احل كل عقدة اللهم ابطل كل عقدة بسم الله تحل العقد بسم الله تحل العقد بسم الله تحل العقد اسهار على الصدر اسهار على الايمان اسهار على الصدر اسهار على الايمان اسهار على البطن اسهار على العورات اسهار على اليدين اسهار على القدمين اسهار على العقل والفهم اسهار 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 عهود تحل بسم الله عهود تحل بسم الله عهود تحل بسم الله عهود الكفر تحل بسم الله عهود الكفر تحل بسم الله عهود الكفر تحل بسم الله عهد الله يوفى عهد الله يوفى عهد الله يوفى اسلمنا لله اسلمنا لله اسلمنا لله اسلمنا لله اسلمنا لله تحل العقد بسم الله تحل العقد بسم الله تحل العقد بسم الله تحل العقد بسم الله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب لمدى شعرت؟ شو شعرت؟ احكي لي احكي. العين تمشي هذه وحدها. العين هذه شوية بس هذه مرة. العين شمال. عين الشمال. ايش اللي يشعر فيها؟ ماذا يحصل؟ يمشي شيء يتحرك داخلها. يمشي دمع زيادة. دمع زيادة، دمع زيادة يخرج من العين الشمال. طيب جيد، وماذا أيضا؟ اللي هو اسمه التثاؤب. يخرج كثير. جميل. الحركة هذه في اليمين وفي الشمال، في الأخير. إيه. طيب ماذا أيضا؟ الإحساس بالداخلي القلب. الحركه والبطن شد على جوه البطن شد على جوه على الداخل إيه. طيب حسيت ان الظهر كان حر حر في البطن اثر في الظهر طيب جيد القدمين عالي ما حسيت فيه الحين حسيت بحركه حركه فقط بس طيب جيد
واضح. طيب الأمور واضحة. طيب واضحة واضحة. طيب واضحة. طيب تمدد تمدد تمدد. اللهم لك الحمد كله أوله وآخره على نيته وسره. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. إلها وسيدا ومولا، فنسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم أن يجعل من في البدن أحرارا. أسأل الله تعالى يسمع كلامي هذا بعين الرضا. أسأل الله جل وعلا تسمع كلامي هذا بعين الرضا، بنفس مطمئنة أن تكون بإذن الله تعالى أحرارا. وهذه مهمتنا الآن ووظيفتنا، أن يسلمكم الله جل وعلا من قيود السحرة ومن قيود الفجر والكفر. جئناكم بالسلم، جئناكم بالخير، جئناكم بالسلم والخير. الآن تستجيب؟ نعم. واصل السلم بإذن الله. يقول نعم. جئناكم بالسلم طاعة للمولى. الآن استجاب أقوى من الأول، لأنهم يسمعون الآن الكلام، يفهموا أن ليس حق أقوياء لكن قيدوا. ولهذا كان التعذيب في وسط مدينة رسول الله ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جئناكم بالسلم طاعة لله. فوالله وبالله وتالله نقدم لكم الخير، تكونوا خير خلق الله في أحب البقاع إلى الله بعد مكة، هي المدينة. فاسمعوا معشر الجن، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. الله أكبر. فعاهدوا ربكم جل وعلا على الإيمان وعلى الإحسان، ولا تؤذوا خلق الله جل وعلا. يا عاشقة اجعل القلب لله جل وعلا وتعاون على استقامة والتزام. خادم ساحر حاسدة أنيب وطاهر القلب طاعة لله. وذاك الساحر أسلم لله، ذاك الكبير أدعي لله. فالله جل وعلا أحب ورضي. العمر يمضي في محبة خير أمر من يمضي في بغضاء وضغينة. العمر يمضي، فلتكن محطاته بإذن الله خير وتكون على خير. إلى الله نمضي فكونوا على خير. كل يمضي سواء من كان على خير أو على شر، والخير لمن كان على خير، فمن يعمل مثقال ذرة خير يره. وكل يمضي إلى الله نمضي فكونوا على خير. عاهدوا ربكم إلى الآن، قل ربنا قد ظلمنا وحبسنا وقيدنا وصفنا، ونرجو أن نكون أحرار خارج البدن ونكون أقوياء في الخير داخل البدن. يعلم الله في قلوبهم خيرا يدخلهم خيرا والأعمال بالنيات. أسأل الله من واسع فضله، من واسع فضله، ولم معكم بإذن الله. هيا هذه وصيتي إليه، نواصل بها السير طاعة لله تعالى. شنو شعرت الآن؟ ماذا شعرت في هذه الكلمة الأخيرة؟ براد. ها؟ براد براد. الشق اليمين بارد. بارد. الشق اليمين بارد. زيادة. بارد زيادة الشق اليمين. جيد جيد. الشق اليمين في هذه الكلمة الأخيرة أصبح بارد زيادة. جيد جيد. مع أن في الكلمة الرقية الأولى ما كان التأثير في القدمين، لكن في هذه الكلمة الأخيرة البرد وصل حتى القدم، صح؟ الشق اليمين كله بارد. لا مو مين؟ وأين مكان؟ القدم بس. القدم كله اللي كانت باردة.
طيب دعني أنا أبين وقل لي نعم أم لا. في الرقية الأولى كان التأثير في الشق السفلي العلوي، ولكن في الكلمة الأخيرة كان التأثير فقط على القدم الشمال اليمين من الحزام إلى الأسفل، كانت برد زيادة بارد بقوة برد في الكلمة الأخيرة. وهنا يحيلنا على أن الكلمة حينما بلغت إلى القوي يكمن في المكان الذي لم تصل إليه الرقية، فما جيدا. هناك نوع من الجن إذا حاربته بقوة لابد أن تأخذ وقتا قوي طويلا أو قويا في القوة، فإلك إذا جئته بالموعدة المناسبة له كان التأثير واضحا جليا. إذن القدم اليمين خير وبركة وسير وخطى وثبات واتساق، والبرودة حلوى معلوم علاقة بالتصاق بماء وأرض، ثعبان مرشوش خضاء مدفون، وهذا مدخل بحث سوف نسأله بإذن الله كما جلينا العاشقة في الحستقونة بتوفيق المولى المكرم، ونواصل ربط الخيوط الأولى والثانية مع ما يظهر بعد هذه الجلسة لنبني عليه الجلسة الثالثة إن شاء الله تعالى بتوفيق من الله ومنه ونعمة وكرم وجهد، ونسأل الله دوام الخير لنا ولهم جميع. ولتعلم من تحركت في الشمال في القدم اليمنى اليمين بالبرودة أن نرجلها خيرا أو نرجله خيرا، واعلم أن والله نرجلكم الخير، أن تكونوا بإذن الله قوة كما أنكم قوة في الشر، أن تحرق قيودكم وأن تكونوا قوة وزيادة في الخير بإذن الله تعالى، سواء في اليقظة أو في المنام. واعلموا أن هذا البدن وربي ما ظلمكم وما آذاكم وما يرجوكم إلا خير، فطاعته لله خير لكم، دخوله إلى مسجد رسول الله خير لكم، حجه خير لكم، إتيانه وقدومه إلى هنا خير لكم، فنسأل الله أن يحيينه إلى الخير. نحبكم ونسأل الله أن يكون هذا الحب نافع وباقي في الله جل وعلا بالإسلام والإيمان، فأكونوا على العهد أن نتآخى وأن يكون بيننا عهد طاعة الله جل وعلا، إن الدين عند الله الإسلام، إنما المؤمنون إخوة، فأسلموا لله في اليقظة وفي المنام، أسلموا لله عز وجل، ونصركم الله على من صحركم، ونصركم الله على من قيدكم وربطكم، نصركم الله نصرا عزيزا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم ربنا تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.